هاي يا هبة، بداية بسم الله، هاي اقرأي لي منها. social media has revolutionized revolutionized، revolution زيدينا ايزد، revolutionized. revolutionized our communication. اوكي ثانك يو. وش معناتها؟ قال لك الوسائل هذه، وش السوشيال ميديا وش معناتها؟ معنى مواقع التواصل. مواقع التواصل الاجتماعي ولا وسائل التواصل كما حبيتم. وش دارت؟ دارت دارت ثورة. ريفولوشن. ريفولوشن وش معناتها؟ نقولوا ذا الجيريان ريفولوشن، ثورة تحرير، ثورة. يعطيك الصحة. وين؟ في مجال في مجال التواصل. الكوميونيكيشن، التواصل. اوكي زيد. People communicate on Facebook, Twitter and Instagram today. فيري جود. هنا الناس قال لك دركا واش راهم يديروا؟ راهم يتكومونيكاو ويتراسلوا ويتكلموا مع بعضهم عبر الفيسبوك والتويتر والانستغرام اليوم، قال لك توداي. اوكي زيدي قراي لنا هذه الجمله وحبسي. These platforms allow users to build connections حبسي by حبسي حبسي. شوفي هنا قلت لي this، هذه these، هي الجمع تاع كلمه this. this هذا وهذه هؤلاء. these platforms، platforms معناتها هذه المواقع، allows تسمح للمستعملين إيه to build connection، ببناء علاقات بواسطة build تكملي connection by by sharing sharing. sharing اسمحي لي الاس والاش نقراوها شا، السي والاش نقراوها شا، هذه نقولوا sharing. ميس مشي بين عفوا هاي sharing in a contact كونتنت. commenting كونتنت on posts. حبسي. شارين معناتها يتبارطاجيو، يبارطاجيو يشاركوا. الكونتنت هو المحتوى ماشي كونتاكت. كونتنت ايه؟ content commenting on posts. اوكي يزيدوا تمام. يكومونتيو، يكومونتيو فوالا، يعبروا على الرأي تاعهم في المنشورات. زيدي and voting on polls. and تصويت. voting. اه تصويت. وهنا عن طريق التصويت مثلا يديروا لهم كما قلنا. اوكي متفاهمين؟ صح. مريم بدي تقرأي لي تشوفي. They also allow people to engage in فوالا فاريتي. variety ايه English في وقت نايلك. ها variety of discussion discussions، ما كاش ار discussions، discussions and share opinion opinions. انا واش قال لك؟ قال لك باللي الناس راهم تو انجيج ان فاريتي، راهم شغل شو يقولوا؟ احنا نقولوا اونجاجيو، يشاركوا شاركوا. يشاركوا فوالا في مجموعه من discussions اللي هي الحوارات الحديث المناقشه، فهمتوا؟ اوكي and share opinions، ومشاركه وشنو؟ الرأي تاعهم فيما بعضهم. داكو هيا إسلام كمل هنايا. like all modern think. اوكي واش قال لك؟ قال لك مثل، دقيقه نشرحوها، قال لك مثل جميع الاشياء الحديثه ولا المودرن. اوكي كمل. the exercise use of ايه use of these platforms. These platforms can be harmful. harmful دقيقة قال لك هنا واش قال لك؟ ايه اشرح حالي. قال لك تقدر تكون الاستخدامات المفرطة بزاف تاعو ايه هذه المنصات وهذه very good platform تكون ضارة. فوالا قال لك اللي الاستعمال اللي يكون بزاف، كما احنا ذاك المثال، اذا زاد الشيء عند حده انقلب الى ضده. قال لك الاستعمال تاع هذا السوشيال ميديا بزاف، قال لك راح يكون مؤذي. اوكي كمل اقرا لنا حكيم. A 2019 study of more than 6,500 very good 12 to 15 years old in the
US found that those who spend more than 3 hours a day using social media might be at high tended risk for mental health problems. اوكي فيري جود. هنا تحبس لنا يعني اللحظة. هنا وش قال لنا؟ قال لنا الدراسة تاع 2019 اوكي وش بينت لنا؟ شكون اللي يشرحها؟ أكثر من 6500 إيه من بين 12 و15 سنة. فيري جود. وين؟ في أمريكا. إيه كمل. هادو في الولايات المتحدة الأمريكية. وجدوا إيه وجدوا هذه الدراسة اللي بقاو أكثر من 3 ساعات في اليوم يستعملون السوشيال ميديا. إيه يتعرضون إلى إيه فيري جود ريسك يتعرضون إلى ريسك لدماغ لا mental health problems مشاكل صحية بصحة العقل شغل مشاكل عقلية أمراض فهمت. قال لك شوف هنا بمعنى قال لك الدراسة اللي داروها في 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية بينت باللي أكثر من 6500 طفل ولا اخر بين اللي تراوح عمر تاعهم بين 12 و15 سنه اللي راهم يستعملوا اكثر من 3 ساعات تاع السوشيال ميديا. اوكي قال لك هنا ممكن يكونوا معرضين لواش الامراض صحيه من ناحيه يعني المنتل اوكي معقلهم راح يشغل يهبلوا ولا كيفاش. اوكي ثانك يو فيري ماتش. خلي المايك مفتوح. اي خليه بصح ما ديريناش الحس برك. اوكي هنا found that shows who spend تبع more than three عماد انتظر بدنا منه another 2019 study. هيا another 2019 study or of more than 13 to 16 years old in England from that using social than 3 times a day predicted poor mental health and well-being in teens. اوكي درت بعض الاخطاء معليش كي ما حبسش. قال لك هنايا كاين دراسه واحده اخرى في 2019 ايضا وين داروا هذه الخطره داروها في انجلند. اوكي قالت لك اكثر من 12000 شخص اللي تتراوح السن تاعهم بين 13 و16 years old. اوكي واش قال عليهم؟ قال لك اللي يكون الاستعمال تاع هذو السوشيال ميديا اكثر من 3 خطرات في النهار predicted. واش معنى predicted؟ تكهنوا poor mental health قادر يكون عندهم ضعف في الـ في الـ في المنتل كش يقولوا الصحه العقليه تاعهم. اوكي and well being in teens قال لك يعني اصلا هذه المرحله تاع 13 و15 هي مرحله تاع من تاع التينيجرز تاع المراهقين. اوكي خلاص بدينا نشوف في for all the مش باينه risks ها risk associated with social media use. Okay. Social media use changes. حبس. قال لك هنايا for all risks. وش معنى for all؟ جميع المخاطر. اللي راهي مرتبطة. أوكي. مع السوشيال ميديا. مع مستعملي السوشيال ميديا. كمل. Use. إيه. Changes. Teenagers should set reasonable limits. صح هنا في should الآن حبس هذه في should ما تنطقليش الآن ما تقوليش should قولي should أيوة قال لك هنا هالسنة قال لك المراهقين لازم عليهم اوكي يحطوا حدود معقولة. اوكي نعم زيد كمل. Parents also have to monitor and talk
حبس حبس هنا. ثانك يو ثانك يو. قال لك هنا الاولياء لازم عليهم ايضا. اذا قلنا الاولياء الثاني يجب عليهم مونيتور. كيفاش يقولوا مونيتور؟ زعما يتحكموا. اوكي يتحكموا ويتكلموا. ايه فوالا مونيتور. مونيتور شغل الواحد اللي يراقبك اللي يعلمك اللي يتحكم فيك. اوكي ايه روح. اوكي كمل. Talk to to their children about who avoid listening social media. حبس حبس أنا قلت فوالا الأولياء يجب عليهم مراقبة والتكلم مع من؟ مع أطفالهم. كيفاش يفيتيو دائما استنى دقيقه كيفاش وش يقولوا يفيتيو للتجنب تجنب يعطيك الصحه السوشيال ميديا وش تجنب انترفير تتدخل الاثار السلبيه تتدخل باش ما تتدخلش كمل انترفير with his or her activities sleep mails or homework. اوكي قال لك يعني باش ما تتدخلش السوشيال ميديا في واش في الاكتيفيتيز الناس تاعهم النوم تاعهم فيما النوم والاكل ولا والاكل والاعمال المنزليه. فوالا اوكي لحد الان يعني المغزى العام ولا وش يقولوا لها الفكره العامه تاع النص راكم فهمتوها لي نورمال. نروحوا الان للاكتيفيتي نمبر 1. تبع معايا في اكتيفيتي نمبر 1 واش عطانا. خلاص اكتيفيتي نمبر 1 قال لك read text and write true false or not mentioned. ركز لي بلي لا كاين not mentioned ولا ما كاينش. خلاص الجمله الاولى قال لك our ways of communication changed because of social media. ما نعرف. قال لك the studies done in USA and England focus on children. Okay. قلنا the studies done in USA and in England focus on children. صح. Teachers can play an important role to guide learners how to use social media. هذه هما ثلاث أسئلة. مانيش راح نشرحهم لكم. حاولوا فيهم. تخيلوا روحك راك في البيان. وجاوب ومن بعد نشرحهم لك جمله بجمله. اوكي كي يعطي لك تمرين فيه ترو فولس نوت منشن دير في بالك دير في بالك في البيامه ماشي في الاختبار ولا دير في بالك بلي واحده تجي ترو واحده تجي فولس واحده تجي نوت منشن. خلاص في اغلب الاحيان هذه هي. شكون يس ايمان عاودي الاجابه تاعك ساو الاجابه تاعنا وشنو اتشرو. فيري جود. علاش اتشرو بصح جماعه ماشي نروح نديرو اتشرو وخلاص. الدليل تاعها في النص شوف هايلي قال لك سوشيال ميديا هاز ريفولوشنايزد. واش معنى ريفولوشنايزد؟ تطور ثوره تطورت دارت ثوره. اوكي معناتها ما بقاتش كيما الاخر نفس الشيء تشينجد بدلت. خلاص هذه هي اللي بدلت لنا باللي طريقة المحادثة تاعنا. بكري كانوا الرسائل كانوا الزيارة دوكا ولا الفيسبوك ولا تويتر إلى آخره. داكوغ روح نشوف تلميذ ثاني جاوب لي على السؤال الثاني. أوكي السؤال الثاني واش قال لك؟ قال لك the studies done in USA و England focus on children. شنو ولا false؟ false. أوكي هنا الإجابة راهي واضحة false. قال لك اسكو الدراسة في الماريكان وفي الانجليز كانت تخص الاطفال. احنا ما قلناش طفل قال لك راهو بين 12 و 15 سنه. لو كان من 12 وهبط صح نقولوا بالك اطفال. خلاص بصح مادام 12 وطلع لنا راهم ديجا مراهقين. داكوغ يس نوت منش نوت منشند. اوكي قال لك هنا التيتشرز الاساتذه can play يقدروا يلعبوا دور مهم highly role important role to guide باش يقيدوا learners how to use social media كيفيه استعمال. لا احنا ذكرنا الاساتذه ولا قالك الاساتذه لازم يعلموا التلاميذ كيفاش يستعملوا مواقع التواصل ما ذكروهاناش. اوكي نديروا not mentions. اوكي
صح. عندك التمرين الأول yes or no، هذا true or false، عنده 3 نقاطي. حاول للماكسيموم كيفاش تديها هذوك 3 نقاطي. حاول حاول دبر راسك، لازم تديهم 3 نقاطي على بالك في الانجلي، راهي ما شاء الله عليها. اوكي، الا طلبت ترو فولس حاول 3 نقاط تديها. دوك نروحوا للتمرين الثاني، تبع معايا. قال لك answer the following questions according to the text. خلاص اعطانا how does social media social media platforms benefit people. اوكي، الثانيه is the overuse of social media harmful justify. هنا كي قال لك justify معناتها راح تجستيفي. اوكي، راح تبرهن على اجابتك. اول حاجه انا اللي يعطيك سؤال تاع yes or no question، تبعني مليح. دائما نقولها لكم ودائما نذكركم ودائما نعاودها لكم، لازم تعرف نوع السؤال، الا yes or no question ولا wh question. اوكي، باش تبدا تجاوب اول حاجه قبل ما تحوس على الاجابه، حوس لنا على yes or no question ولا wh question. هذه النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين باش تكون متاكد منها، يعطيك 3 اسئله، يعطيك سؤالين، دير في بالك باللي السؤال الاول الاجابه تاعو راح تجي قبل السؤال الثاني. اوكي، والسؤال الثاني راح يجي قبل الموقع، رانا الموقع تاعو في النص. السؤال الثاني الاجابه تاعو راح تجي قبل السؤال الثالث. اوكي، يشغل يجوا متسلسلين في النص. خلاص، مثلا انت الى صبت الاجابه هنايا تاع السؤال الاول، خلاص هنايا في السطر الثاني، مستحيل الاجابه تاع السؤال الثاني ولا السؤال الثالث راح تجي في الجمله الاولى. خلاص، معناتها راح تجي موراها. هذه النقطه اللي لازم تعرفوها. اوكي صح. السؤال الاول اللي راني راح نعطيه لك، ما نوع السؤال رقم واحد؟ WH question. Very good. The WH question وش معناتها؟ معناتها الإجابة تاعك وش راح تكون؟ In the text. تكون طويلة. أوكي، الإجابة راح تكون طويلة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أداة السؤال هي how. ما معنى how باللغة الإنجليزية؟ how. how وحدها، my how many، ما how much، ما how long، ما how often. how وحدها. هاي اللي عنده إجابة اللي راهم فاتحين. كيف كيف كيف. أوكي، كيف تكون ها وحدها تقول لي كيف. خلاص، هذا السؤال الثاني. زيدي قولي لي، خرجي لي الفعل من السؤال. هاي هاي قال لك how do social media platforms benefit people. benefit صح، very good. هاي لك benefit، كيفاش يستفاد منها، يعني كيفاش تكون مفيدة. خلاص هذه المو... اوكي، زيدي نزيد نسالك سؤال اخر. الفعل هذا وش من الزمن راه؟ present. في البريزنت سيمبل. وراه الدليل تاعك اللي يبينك بلي هذا الفعل في البريزنت؟ دو. فيري جود، اكسلنت. خلاص راكي انت حافظه درسك ما شاء الله عليك. كي تصيب دو اعرف بلي الفعل تاعي راه في البريزنت، كي تصيب داز اعرف بلي الفعل تاعك في البريزنت. كاين حاجه، كاين فرق بين دو وداز. كي تصيب دو في الإجابة الفعل تاعك خليه كيما راه، كي تصيب داز هاي ليك داز تكتب هكا، الفعل تاعك كي تهبطوا للإجابة يا حتزيد له اس يا اما تزيد له اي اس. اوكي صح. دركا واش راح ديري لي؟ ابني لي الإجابة قبل ما تخرجيها لي من النص. كيفاش تبني الإجابة تاعك هنايا؟ قال لك هاو كيف دو سوشيال ميديا بلاتفورمز بينيفيت بيبل. كيفاش نحو هاو دو؟ فيري جود فيري جود. والفيرب ان بريزنت خلوه كيما راح. اكسلنت. ومن بعد منا نجبد الاجابه تاعي. اوكي، تبدا لنا هكا سوشيال ميديا بلاتفورمز بينيفيت بيبل، وكمل روح نحوسوا عليها في النص. متفاهمين؟ فيري جود، عطيتيني الاجابه ما شاء الله عليك. هاي ديك نبداو هكذا، خلاص بلا ما نعاود نكتبها، راهي ديجا مكتوبه الاجابه تاعي تبدا من. نروحوا للنص تاعنا نحوسوا عليها. داكور، استني. فيري جود، الاجابه تاعك وين راهي؟ This platform allow you to build. الى امين. شوفي تبقى يتكمل 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 حتى لوين؟ حتى وين كاين النقطه. بصح واش قال لك هنايا؟ هي في الحقيقه تكملي حتى وين كاين النقطه، ومن بعد واش قال لك؟ they also allow people okay engaging. معناتها قال لك هي ايضا راهي تزيد، معناتها كتبي تاعك فقط منا حتى لهنا الاجابه. اوكي خلاص، عندك شويه واحده هذه مش حتعاوديها لانه راهي هنايا. بدايلي
These platforms allow users to build highly social media platforms benefit people to build هذيك highly تكمليها حتى للآخر اوكي كتبيها to build إلى غاية opinions هذه الإجابة الصحيحة تاعك متفاهمين thank you very much الجملة الثانية قال لك is the overuse of social media harmful وقال لك أنا لازم justify صح نبدأ لك بالأسئلة كما سألت زميلتك ما نوع السؤال هنا يا هيا ما نوع السؤال في اللغة الإنجليزية عندنا زوج أسئلة yes or no question WH question هذا وشنو Yes or not? Yes or no question. Very good. معناتها الإجابة راح نجاوب ب yes ولا نجاوب ب no. داكوغ؟ زيد. Yes. هنا قال لك علاش وين عرفتوا باللي yes or no question؟ كان is. Is لأن السؤال تاعي هنا في البداية مبدأ لي لا ب WH لا ب how. مبدأ لي لا ب what, where, when, why إلى آخره. يبدأ لنا ب is. Is هو auxiliary. صح. الفعل تاعنا راه واضح الفعل تاعنا overuse is no الفعل شوف دير في بالك بلي فعل في اللغه الانجليزيه عمرك في حياتك ما تصيب قبله the ولا a ولا an ادوات التعريف ولا النكره عمرك ما تصيبهم قبله فهمت yes هاي. harmful هايلك harmful راهي صفه ما دام تصيب فيها full في الاخر ولا تصيب فيها less راهي صفه السؤال تاع الفعل تاعنا هو في هذا Is the overuse harmful? صح هنا كي تجي تجاوب قال لك اسكو الاستعمال المفرط تاع السوشيال ميديا مؤذي على حسب واش شرحنا لك واش رايك في الاجابه هنايا ها هنايا قال لك اسكو الاستعمال تاع السوشيال بزاف السوشيال ميديا الاستعمال المفرط مؤذي ولا ماشي مؤذي هنا قال لك اسكو هو مؤذي ولا لا مؤذي معناتها راح تجاوب لي؟ Yes. Very good. It is. Yes. Very good. It is. لي هاي لك. Is راهي هي الأولى. و the overuse اللي نقدروا نعوضها ب it كما قلت أنت يا نحطها. قادر نقولوا yes اللي تكون الثانية نحطها الأولى it ولا تقدر تكتب ب the overuse ثاني صحيحة. It is. خلاص؟ صح. هذه تكتب لي غير yes راهي الإجابة تاعك كاملة. متفاهمين؟ ولكن yes. زاد لك كلمة قال لك justify لازم تجيب لي لازم فوالا لازم تجيب لي الدليل على 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 صحة قولك اوكي نرجعوا للنص تاعنا تبعوا معايا الإجابة راهي هنايا من النص اوكي واش قال لك هاي لك قال لك وراه استادي منا إلى آخره نقدروا ندو هذه social media might be a heightened risk for mental health problems اكتب لي هذه عادي اكتب لي منا it might هنايا وراه هنا ودي اللي قبلها it فهمتوا ديروا it might be الى اخره حتى الوش health problems mental health problems اوكي خاصة A health problems فهمتوا بالنسبة للإجابة هي في الحقيقة ما يطيقكمش هذيك justify بزاف بصح ممكن تطيح هي ما مدوهاش ما قبل بزاف بصح كما قلنا الحذر واجب أوكي تبعي معانا شوفي التمرين رقم 3 وش يقول لك هنا دلك matching هي من أسهل الأخر بصح ردي بالك داكوغ قال لك هنا match each word with it with the corresponding definition واش راني راح ندير راح نقرا لك الwords ونقرا لك الdefinitions وانتم وحدكم ما نشرح لكم والو وبعدين نشرح لكم متفاهمين هكذا باش على الاقل تكونوا عارفين قال لك harmful to interfere to revolutionize social media كلمات اللي عطاوها لنا اوكي دروك انا نبدا نقرا لك في التعريف اللي تحسيها قريبة من الجواب تاعك قوليها لي ماشي شرط تقولي لي الأولى مع من نطيح اللي تفهميها دواسيها أوكي to get involved or involve oneself causing disturbance
هذه الأولى. likely to be damaging or injurious. websites or programs that allow people to communicate and share information on the internet. Okay? To change radically or significantly. significantly. Okay? Yes, Zine, social media, matlet, a website or program that allow people very good. To communicate. هاي والله هذه نربطوها مع هذه داكوغ راهي من اسهل السوشيال ميديا هي ويب سايت الى اخره زيد ركز مليح جماعه وحاولوا عندنا هنايا to change radically and significantly هنا على بالكم في كل تعريف تقدر غير كلمه واحده كلمه واحده هي اللي تعرفك بالجمله هذه داكوغ هاي to revolutionize مع من؟ أو مع to change radical or single exactement هذه الإجابة صحيحة to revolutionize معناتها يطور ولا يغير أوكي؟ هاي لك أعطالك كلمة واحدة to change شغل changement radical أوكي؟ شغل معنى ومحتوى تغيير معنوي ومش عارف محتوى أوكي؟ زيدوا شوفوا اللي يبقاو لنا زوج هادو كامل شرحتهم لكم في الحقيقة أنس صبت كلمة ولا لا yes, no. هاني نهضر مع أنس yes أنس وش صبت ما صبت ما صبت الأخرى شكون هي اللي فتحت لها وش صبتي وش قلت لي harmful مؤلم ولا مؤذي ولا اوكي مع نمبرتو راهي واضحه هالك داماجين حاجه تاندوماجيها اوكي داماجين يس اند انجوريوس انجوريوس معناتها تقوم ب كيما نقولوا تخربها تكسرها تجرحها اوكي هذيك هي هذه صح بقات لنا انترفير اللي راهي تو جيت انفولف اور انفولف ان تو جيت انفولف معناتها تتدخل واحد يشغل يدخل روحه ولا يدخلوه عمدا اوكي كوزين ديستربنس ديستربنس معناتها شغل يسبب لنا ديرونجمو ولا ازعاج ولا اوكي هذيك هي انترفير معناتها نقولوا ما تدخلش روحك فيا ستوب انترفيرين يور سيلف اوكي هنا تجي مع هذه انترفير معناتها واحد يدخل روحه اوكي روحوا الان الماستري اوف لانجويج جماعه ماستري اوف لانجويج السؤال اللي راني راح نطرحه لك بالنسبه للتمرين الاول اوكي صح لو كان ما عطاولكش سؤال لو كان ما عطاولكش السؤال وعطالك جمله كيما هذه واش تتوقعي راح يكون السؤال صح والاخطاء مي فيري جود زيدي ممكن يكون يقول لك صححهم كاين حاله واحده اخرى يقدر يجيك تمرين كيما هذا قلتي لي تصحيح الأخطاء تصحيح الأخطاء قادر يجي فيه خطأ تاع الفعل التصريف قادر كلمة زايدين لها حرف ناقصين لها حرف خلينا تصحيح الأخطاء it's okay الحالة الثانية هي capital letters ولا punctuation okay دوك نقرأ السؤال وتعرفي وشنو هو التمرين اللي جا قالك supply punctuation and capital letters هنا لازم تتأكدوا منها داكوغ هنا عطاونا زوج نقاطي معناتها شحال كاين من غلطه ربعه اوكي قال لك today with the internet you can send an email to anyone in the world it can be done in few seconds كم today very good عدنا تي today كي تكون واش قلت لكم هذيك النهار كي يعطي لك today يعطيك yesterday يعطيك next year next week next month last year in the coming day دائما هذو كي يجوا في البدايه نديرو لهم فاصله كي يجوا في النهايه ما نديرهمش فاصله very good زيدي with internet with the internet you can send an email to anyone in the world it can be done in few minutes
مس النقطة في النهاية. النقطة يا عمي عطيتها لك. إلا ما عندكش إجابة خلينا نشوف واحد آخر. الإيت كاما. ردي. قبل إيت كاما. قبل إيت. أوكي قلتي لنا قبل إيت كاما. صحيتي. زيدي لي شوفي لي قلنا ربع ربع أخطاء. هاي زيدي. يس مس أنا دايرين. وين راهي؟ أم ربعة. وين راهي؟ واحد. جداي. زوج. ثلاثة. ثلاثة والنقطة هي موجودة. قلت لك النقطة ديجا راني عطيتها لك. خاصة وحدة أخرى؟ خاصة وحدة أخرى إيه. شوفوا جماعة نعطيكم واحد المعلومة. كي يعطي لك ضمير في وسط الجملة. أوكي؟ كي يعطي لك ضمير في وسط الجملة. ايه مثل كتبوه ماجوسكيل. لا لا مثل ماجوسكيل. حبسي معايا. عندك حالتين ديريهم. يا إما تحطي قبله فاصلة كما قالت. يا إما تحطي قبله نقطة. هذه وقتاش راكي راح تكتشفيها. شوفي لأنه إذا حطيتي وقت نقطة. ديري في بالك باللي موراه لازم ديري كابيتال لتر. صح؟ شوفي إذا عطالك هنا يتم هنا صبنا ثلاث إجابات كانت خاصتنا واحدة. وش كي حديري؟ ديري نقطة كابيتال لتر نحسبه واحد زوج ثلاثة أربعة. ولكن مثلا ما طالكش هنا النقطة في الآخر وحطيتي نقطة في الآخر وعندك ربع إجابات ديري فاصلة. خلاص؟ يس. هي أيضا غير حسابات. أوكي ثانك يو فيري ماتش. إكس جماعة ثاني ديروا حاجة في بالكم باللي التمارين تاع بونكتويشن وكابيتال لتر وعلى زوج نقط. حاول قد ما تقدر تدير ليها العلامة كاملة. اوكي التمرين الموالي واش قال لك؟ قال لك write the correct form of the verbs between brackets. انا راح نقرا لك وانت حاول دير الاجابه. قال لك the internet to have countless advantages for us. If the user to want to get knowledge about anything. خليني ما نحتاجش هذيك. انتوما هنا كيفاش ديروا الحل؟ دوك نعطيكم بالنسبه للتمارين تاع الافعال. هذا التمرين كيعطي لك صحاح للفعل. انت يبدا تقرا بالجمله لانه علاش الجمله الاولى تبدا منا تخلص هنا فيها فعل. قادر هذه الجمله يكون الزمن تاعها وحده وكي نبدا الجمله المواليه قادر تعطينا كلمه واحده اخرى تبدل لنا كاع الزمن. يعني انت بدا تقرا من البدايه الى غايه نقطه. اوكي اذا كانت الجمله تاعي ما فيهاش كامل نقطات وما فيهاش كامل ادوات هذوك اللي يبينونا الفعل تاعنا واش من الزمن كمل بنفس الزمن. اوكي معاذ قرا لي تشوف الجمله الاولى وحاول تعطيني الاجابه تاعها. The internet have كمل countless advantages for us. Advantages for us. اوكي هنا واش من الزمن كيفاش حطيت لي الزمن؟ اولتها واش من الزمن راهو الفعل تاعك؟ Present simple. Very good. علاش؟ لأنه ما عطانا حتى أداة. قلت لكم ديك خطرة كيما يعطي لك لا today لا last time لا last year لا since لا ever لا never حط لي قبالة في المضارع. أوكي الحاجة الثانية هنا ديجا راهو عاطينا تعريف وكي يعطي لك تعريف في أغلبية الأحيان نديرو في present simple. أوكي هنا يلا الفعل تاعك to have في present راك حافظه ولا لا؟ have الverb to have في present simple كيفاش يولي؟ ماشي قد have عنده زوج حالات. شكون اللي يذكرني؟ have ماشي يكون في الاي والوي والذاي والهاز يكون في شي هيت. اي كي راك حافظها وكيف تقول لي have مالا؟ ذا انترنت وشنو؟ شي انترنت ماشي شي ات هي ات سبجكت. اعطيك الصحه. شوف معايا مليح نذكرك برك. شوفوا الverb to have في المضارع يا إما يكون هاي لك يا إما يبقى كيما راه have يا إما has. أوكي have مع من نديرو كيكون الفاعل تاعو I you we with we they ولا أي كلمة جمع subject يكون جمع. خلاص has يكون مع he, she, it ولا أي كلمة مفرد. متفاهمين؟ احنا وش عدنا؟ عدنا الانترنت. الانترنت مفرد ولا جمع؟ ما قالكش انترنتس، قالك وحدة. معناتها هنا راح نديرو has
خلاص نديرو هاز. وكان عطانا انترنت اند فيسبوك ولا مش عارف زادلك معاها حاجه يكونوا زوج نديروها. اوكي ثانك يو فيري ماتش. نبداو من بدايه الجمله حتى وين كاين النقطه. قال لك if the user to want to get knowledge about anything, هذه فاصله ماشي نقطه, just clicking a button وراني he can get it. اوكي هنا الجمله تاعك واش تلاحظ فيها؟ كاين كاش كلمه معينه توضح لك زمن الفعل ولا ما عندكش؟ كاينه. هيا وشنو هي؟ هاي ورا الكلمه اللي لقيتها شرط اف. Very good. عدنا اف. Excellent. جماعه كي تصيبوا اف في الجملة عدنا القاعدة تاعنا كيفاش نصرفه. ذكرني بالقاعدة تاع if. أول حاجة معلومة نعطيها لكم, if تربط لنا جملتين. أوكي في كل جملة كاين فعل. الاف قادر تجي في البداية قادر تجي في الوسط. صاي احنا دائما نركز على من على الفعل اللي يجي موراها. هذا اللي جا موراها وهذا اللي جا موراها. Yeah. هذا ما جاش موراها هذا ما جاش موراها. القاعده واش تقول لك؟ الاف كي تكون اف اللي يجي لاصق معاها واش من الفعل؟ الفعل واش من الزمن يكون؟ ان ويتش تنس؟ بريزنت. يس سواس وكنت سواس وعاود بريزنت بيرفكت. لا لا بريزنت سيمبل. Present simple. With اللي مراها يا إما ال future يا إما وشنو ال imperative. Yes. Okay. هنا وراها اللي مراها. مراها هنا يا present simple. اللي ماشي لاصق معاها هو يا إما ال future يا إما ال imperative. تجي تقول لي ميس وقتاش هونا نخير future ولا نخير imperative؟ لا لا. نهار اللي تكون السابجكت غير موجود حط لي الامبراتيف. نهار اللي يكون السابجكت موجود حط لي ال فيوتشر. حط لي الفيوتشر. عطانا اف الفعل هاو مباشره اللي جا موراه كيفاش تحطوا لي؟ ما كاش سابجكت. هاي لك اف ذا يوزر تو وونت. كيفاه السبجكت ما كاش؟ السبجكت هو عباره عن كلمه تجي قبل الفعل. قادر تكون كلمه قادر يكون ضمير. اوكي احنا عندنا كلمه وحنا القاعده واش قلت؟ قلنا الفعل اللي يجي مباشره حولوها الفيوتشر. شكون قال لك الفيوتشر يا اخي؟ هذا وين قلت لي بلي نحطه في البريزنت سيمبل؟ ها الفعل اللي يجي لاصق معاها هاي لك. خاطش علاه هذه اف الجمله الاولى هاي لك تخلص عند الفاصله ومن بعد تبدا الجمله الاخرى. معناتها الفعل اللي داخل معاها مع اف هو هذا راح تحطوا لي في البريزنت سيمبل. ها yes. كيفاش دير؟ the user to want كيفاش يتحول البريزنت سيمبل؟ راك عارف القاعده تاع البريزنت سيمبل ولا ماكش عارفها؟ تبع الفعل المضارع غير يقول لك البريزنت سيمبل الفيرب تاعك هاوليك اللي عاطيه لك بين قوسين لازم تشوف الكلمة اللي كاين قبله. صح؟ إذا صبت الكلمة اللي قبله جمع خلي الفعل كيما راه ما تزيد له حتى حاجة. عطاه لك هكذا حطه لي هكذا خلاص. إذا كان الكلمة ولا الفاعل اللي قبل الفيرب مفرد استنى هنا باش ما نغلطوش هنا جمع أو ضمير أي خلي لي الفعل كيما راه. إذا كانت الكلمة مفرد ولا أي ضمير مفرد الفعل تاعك يا اما تزيد له اس يا اما تزيد له اي اس. تزيد له اي اس نهار اللي تكون هنا اكيد عندنا المفرد والفعل تاعي في حد ذاته يخلص بالاو ولا الاكس ولا الزد ولا الاس ولا السي اتش ولا الاس اتش. اوكي كيكون عندك مفرد ويخلص بهذه الحروف زيد له اي اس. يكون عندك مفرد ما يخلصش بهذه الحروف زيد له غير اي اس غير اس عفوا. روح شوف لي هنايا واش راني نوصي فيك. هنا قال لك if the user الكلمه اللي قبل الفيرب راهي مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد اكسلنت. معناتها الفعل تاعك واش راح تزيد له؟ تزيد له يا اما اس يا اما اي اس. نروحوا نشوفوا الفعل تاعنا يخلص بهذه الحروف او اكس زد اس سي اتش اس اتش.
باش يخلص تي بتي معناتها واش نروح نزيد له وانت اس نزيد له مباشره غير الاس برك صح بقى معايا مازال نزيد نسالك سؤال اخر لو كان يكون yes, عطاه لك مثلا الفيرب تو وانت عطاه لك النفي نوت تو وانت مثلا عطاه لك نوت وزاد لك تو وانت كيفاش تحط لي النفي تاعو هنا في المضارع not watching لا لا شكون قال لك نوت لا 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 لا, لا. راك في المضارع كي يكون عندك فعل في المضارع في البريزنت سيمبل راك حاب تنفي عندك اداتين عندك do not زائد الفيرب اللي عطاه لك ما تزيد له والو استم تخليه كيما راه ولا does not زائد الفعل اللي عطاه لك بين قوسين استم ما تزيد له حتى حاجه اوكي هنا وقتاش هنا كي يكون عندك مفرد وهنا كي يكون عندك الضمير اي ولا جمع احنا واش عندنا الكلمه اللي قبل الفعل مفرد داس هذه عندنا مفرده معناتها وين راهي اداه yeah. النفي اللي احنا نستعملها ديرو داز نوت فيري جود داز نوت وحط لي وونت كيما عطاها لك خلاص راهي واضحه بالنسبه لك yes. هادو الزوج ادوات النفي تاع البريزنت سيمبل متفاهمين عليها اوكي ثانك يو فيري ماتش لو اي دركا خلاص كملنا الجمله هاي خلاصت نروحوا للجمله المواليه قال لك وشوف واش قال لك قال لك وي كان ايزلي تو كونكت تو اني وان ان ذا وورلد ويذين سكندز هنا واش عندك كاينه كلمه هنا ايضا كاينه كلمه تدل لك كيفاش راك رايح تصرف الفعل تاعك لو كان تجيبها نستعرف بك هاي هيا في غرضك خمم سيدي واعطينا الاجابه صبتيها الاجابه نرمي yes. قولي لي connect اوكي خليتي الفعل connect الاجابه تاعك صحيحه بصح قولي لي علاه باش صحابك يعرفوا خاطر خاطرني يعرفوا بلي خلينا الفعل على حاله كيكون الفعل مور كان ايه كيما فيري جود جماعه هنا دخلت كان قبله غير تكون عندنا كلمه كان ولا المودلز اللي قلت لكم عليهم البارح اوكي هنا خلي لي الفعل كيما راه المودلز نعطيكم البعض منهم اللي نتوما شغل سورتو نتوما قريتوهم هنايا في الكاتريام عندك تسيب شود اوكي تسيب شود هنايا ومن بعد الفعل جا موراه اوكي عندك ماست اوكي عندك كود عندك كان عندك وود عندك ويل عندك ماي عندنا هنايا مايت كاينين المهم مجموعه اوكي هنا واش نديرو روح حوس لي على المودل فيربس مودل فيربس في اللغه الانجليزيه هذوك المودل فيربس كي تصيبهم موراهم الفعل يبقى كيما راه ما تحوس عليه حتى زمن خليه كيما راه اوكي صح هنا عندنا كان خلينا الفعل تاعنا كيما راه هذه هي الامورات اللي لازم يعني اللي لازم تكونوا عارفينها متفاهمين عندنا هنايا جماعه شوفوا قال لك هنايا الجدول تاع الاصوات نذكركم برك واش راكم رايحين تقراو كاين بعض الاساتذه اللي ما داروهم لكمش وكاين اللي تلاميذ دخلوا معايا يعني ما شافوش الشرح تبع قال لك هنايا كي يعطي لك هذا الجدول تاع الاصوات عندنا هذا الفاينل اس عندنا ايضا الجدول تاع الفاينل اي دي اللي فيه دو والتو والإد صح عندنا واحد الاصوات واحد اخرين عندنا هذا الصوت اللي جاي هكذا اسمه اي وكاين اللي شبه له يجي هكذا دايرين له زوج نقط قدامه اسمه اي اوكي هذو كامل راهم مقرر عليكم ممكن يطيحوا عندنا هذا اللي هو اي صار له كيما حرف الاي في اللغه الانجليزيه كيفاش ينطقوه وكاين اللي فيه الاي هكذا وفيه نقطه نقراوه اي اوكي كاين صوت واحد اخر هذا الرمز هذا واسمه ذ وهذا اسمه ث خلاص عدنا ذكروني
إيه عندنا الصوت هذا اللي هو شو، وهذا اللي اسمه دي تي وكيما الاس اللي اسمه تشو. خلاص زيد نذكر الأصوات باش ما ننساهمش. اي 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 ثو والذو راني درتها. عندكم الأصوات هذو تو والدو والإد، الإيز والزو والسو. زيد عدنا الأصوات هايليك أي وآي وإي وإي. أوكي عدنا الصوت نج، هذا اللي جاي هكذا، شغل جاي النص تاعو ان ومن تحتها كيما الجي نج هذا. وعدنا الث والذ والش والتش، هذو هما الاصوات اللي ممكن. وعدنا silent letters. اوكي اليوم راهم محدد علينا الفاينل اس. العام اللي فات في البيان تاع العام اللي فات طولهم الفاينل اي دي، الا مانيش غلطه جماعه اللي حلوا البيان تاع العام اللي فات طولهم الفاينل اي دي. اوكي صح. ايمان يلا الكلمه الاولى قراوها، اقرايها لي وقولي واش من الصوت حطيتي فيها. فون يس في الان اس، قراي مليح فون، انطقيها لي كامله. فونس فونس ولا فونز؟ this is فونز. ردي بالك هنا كي تكون عندك الان قبلها الاي اس لازم تحطيها في الزو. خلاص زيدي لي اللي موراها. ويب سايت. ويب سايت فيري جود، هنا راهي واضحه كي تكون عندك التي وموراها الاس ننطقوها س. ويب سايت. زيدي لي الثالثه. سكند. سكند سكند واش من الصوت؟ اي زد. اقرايها مليح، عاودي اقرايها ايمان. امس زد سكندز، هذيك تاع الايز لو كان قلت لي سكنديز نو سكندز داكور. هنا في الز. ثانك يو فيري ماتش. تمري لي ثلاثه اللي لسان الكلمه هذه ادفانتج. مادام في النص انطقيها لي باش نعرف صوتك، باش نعرف باش نطقيها. ادفانتج 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 ادفانتج. اي وزيدي لها هذيك الاي اس باش تنطقيها لي. مادم ايزاد ادفانتجيز، كي يكون عندك الصوت تاع الجام في النطق دائما حطوها لي في ادفانتجيز. اوكي زيدي لي هذيك الكلمه اللي وراها. ورك وركس وركس في الاس، الاس راهي واضحه. زيدي لي اوفر يوز. مادم في الزاد انطقيها لي. اوفر يوز اوفر يوز. ما زدتي ما قريتيش الحرف الاخير uses. ايه يعني في الاس اوفر يوزز. اوكي لا لا هنا جيب الز في ايز. اوكي الاس قبل الاس هاي لك اوفر يوز. اوكي القاعدة هاي اوفر يوزز اوفر يوزز، فاهمين هاي لك؟ بس نقدر يطلع لي ديك ها ها واش قال لك؟ The internet has become a necessity. قال لك هنا الانترنت اصبحت حاجه ضروريه. In almost all aspects of life، يعني في جميع مجالات الحياه. It offers important services، تقدم خدمات مهمه بزاف. That are essential to daily living، اللي راهي ضرورية في الحياة اليومية. أوكي خلاص هنا يعطالك هذيك المقدمة الأولى، وبعدين راح يعطيلك المطلوب اللي راه مطلوب منك. هنا قال لك write an article، كي يقول لك اكتب لي article كشغل قال لك اكتب لي paragraph. انتم في الكاتريام راني هذا مقرر عليكم، ما تقلق روحك ما تقول هذا الارتيكل كيفاش دايره، كي يقول لك article كشغلك تكتب فيه paragraph. أوكي ليه من راح تكتبها؟ to your school magazine، راح تكتبها المجلة تاع المدرسة تاعكم. خلاص
in which you explain how we can use the internet. اللي رانا رايحين نشرحوا فيها كيفية استعمال الانترنت. اوكي؟ بعدين وش قال لك؟ قال لك you can use the following notes. قال لك تقدر تستعمل النقاط التالية تهدر عليهم، يعني هادو هو يعطي لك هذه المعلومات باش يعاونوك باش تكتب الفقرة تاعك. اوكي؟ النقطة الأولى وش قال لك؟ قال لك access to information online learning. قال لك هنايا تقدر تدخل لأي معلومة حبيتها، أي معلومة قادر تحوس عليها في الآخر تلقاها، ولا بمعنى تقدر تقرأ عن طريق الانترنت online learning. اوكي update news معناتها الأخبار الحصرية والأخبار المتجددة تلقاها في الانترنت. داكو communication تقدر دير اتصال عبر الانترنت. sharing معناتها تبارتاجي، تبعث حاجة ولا اوكي sharing ولا تتقاسم تتشارك. sharing content with other users معناتها تقدر تشارك محتوى مع أشخاص آخرين. أوكي؟ shopping تقدر تدير shopping عبر الإنترنت، تقدر تشري صوالح وتبيع صوالح عبر الإنترنت. banking الخدمات البنكية تديرهم أيضا عبر الإنترنت. paying bills هنا تقدر تخلص لي فاكتور تاوعك مثلا عبر الإنترنت. أوكي؟ زيد entertainment تقدر تكون هي وسيلة تاع التسلية. play and have fun معناتها تقدر تلعب العاب الفيديو ولا have fun اوكي تلعب عبر الانترنت، دير العاب عبر الانترنت. هنا بصفه عامه رانا نهضروا على المحاسن تاع الانترنت، كي تجي تقرا هنا ما تلقى حتى كلمه تهضر لك على مساوئ الانترنت، صح ولا لا؟ جميعها محاسن الانترنت. دوكا نعلمكم كيفاش تبداو الفقره. يا اخي قلت لكم البارح، قلت لك اللي ما يكون ما يعرف والو يحفظ هذيك الجمله اللي قلتها لكم، دائما نقول لكم عليها وبدا تخدم. نكتب لك هذيك الجمله اللي قلت لك احفظها، وبعدين نرجعوا للمحتوى تاعنا واش انا نكتبه. اوكي شوف، في حاله ما يكون عطالك اكتب لي ايميل، راح تكتب الايميل تاعك هو الاول، الايميل تاع صديقك هو الثاني، والسابجكت الموضوع اللي راح تكتب عليه هو هنايا. معناتها هنايا تكتب from هي مينا زوج نقاطي، to هي إلى، هنا تكتب اسمك زي ما مثلا أنا اسمي، من بعد كدير at ومثلا دير مثلا gmail.com. نفس الشيء اسم صديقك سامي مثلا ولا سامير، دير هكا at gmail.com. السابجكت هو الموضوع اللي راح تكتب عليه، مثلا هنا الموضوع اللي قالوا لنا عليه راهو قال لك انترنت، تقدر تكتب غير the internet. شغل العنوان خلاص the internet، وبدا تكتب. هذه في حالة ايميل. خلاص في حالة letter رسالة، وش تدير؟ اكتب اسم صديقك الفوق، دير عزيزي احمد، ومن بعد اكتب الفقرة تاعك عادي، ومن بعد في الاخير اكتب اسمك مثلا ها سامي. متفاهمين؟ هادو هما الاشياء اللي لازم تكون عارفها. اما اذا قال لك اكتب لي فقره عاديه، اكتب ديرك ما دير لها هذه لا هذه. متفاهمين؟ اذا نكتب لك الجمله هذيك اللي قلت لك تكتبها مع جميع الوضعيات، ونعاود نرجع. هذه الفقره على الاقل احفظها لي، هذه الجمله على الاقل احفظها لي. اوكي هذه الجمله راك حفظتها، تستعملها في اي موضوع يعطوه لك، في اي موضوع. بعدين راك رايح تكتب لي هنا على واش راك رايح تهضر، هذيك على واش راك رايح تهضر راك راح تصيبها هنايا. خلاص ها راني راح نديها من الاخر، منين نصيبها راه تقول لي ميس كاين عده جمل، وراهي الجمله اللي نديها تجي هنايا، خاطر هنا يعطي لك شويه مقدمه للموضوع، ومن بعد يبدا يعطيك المطلوب، يقول لك يلا اكتب لي على هذاك الشيء، يعطي لك رايت ان ارتيكل. اوكي هنا كي تصيب كلمه ارتيكل ولا ايميل ولا باراجراف ولا من موراه، وروح كامل تكتبها لي هنايا. خلاص يعني بمعنى تجي تدي لي هذه، تبدا منا تخلص حتى للنقطه. كاينه حاجه اذا عطالك يور ترجعها ماي، كي يعطي لك يو ترجعها اي. اوكي هنا ها وي كان يوز انترنت. خلاص هذا مكان، يعني بمعنى
نجي نحوس على كلمة article ولا paragraph ولا email ولا letter ونكتب كامل وش عطانا. هاي لك to talk about أبدأ your ترجع my school وكمل وش عطالك. هنا عطانا to your school magazine. هنا نحي لي هذيك about ودير to وكمل. هذه الفقرة هذه الجملة اللي حفظتها هذه نحيناها، وهذه الجملة كامل راني ديتها من السؤال تاعي خلاص، وقادر منك تبقى تكتب أي حاجة أمو على الأقل تدي نقطة. أوكي على الأقل تدي نقطة. والآن هنايا خلاص رانا كملنا، راك قلت لهم بلي هذه الفقرة وش راني حنكتب فيها وش راني حنكتب فيها. بعدين احنا راح نهضروا على الانترنت، هذه كيفية استعمال الانترنت. في بداية الشيء نقدروا نديروا تعريف صغير للانترنت. اوكي نقدروا نديروا تعريف صغير للانترنت، وبعدين نبداو هادو نستعملوا هذه المعلومات اللي عطاونا. كيما قالت لنا الان زميلتكم نقدروا هاي لك تعريف على الانترنت. اوكي ندوا المعلومات اللي عطاها لنا هذه حتى لهنا ومن بعد نكملوا. رانا كملناها، شوفوا واش عرانا كاتبين يعني بلا حتى حاجه، شفتوا خلاص نديروا خلاص كملنا. هنايا الفاعل تاعنا وشنو هو؟ الفاعل تاعنا وشنو هو؟ يا اما دير ات يا اما دير ذا انترنت. خلاص تجي هنايا دير ات وتروح تشوف المعلومه اللي عطاها لي، لانه راح نشوفوا شغل المحاسن تاع الانترنت. المحاسن تاع الانترنت نقولوا ات ولا لا تقول بالانترنت with the internet. هاي لك بواسطة الانترنت with internet. خلاص دير يو كان خلاص with the internet you can. وعاود اكتب لي هذه كاملة، فاصلة اكتب لي هذه، فاصلة اكتب لي هذه، فاصلة اكتب لي غير كملت. من أسهل ما يكون خلاص، من أسهل. وش راح تحفظ لي؟ راح تحفظ لي هذه وراح تحفظ لي هذه اللي قلتها لك، والاخرين كاع اللي عطاهم لك. تقول بواسطه الانترنت يمكنك ماذا؟ هاي لك عفوا هذو راهم كاع في النص، كاع في المعلومات. access to information اوكي. هنا تقدر تدير هذا الزوج معلومات مع بعض ومن بعد تكمل تدير نقطه، من بعد هذه ثلاث معلومات مع بعض. هيا نديروها، كتبنا هذه الاولى ومن بعد and up date news. دير لي نقطه، تقول تقدر تقول هكا هنا درنا with internet وش نقولوا it كان. هذه تقدر تزيدها، تحب ما تزيدهاش ما تزيدهاش، كمل هكا فاصله فاصله وكملوا هذيك. it can give you تقدر تعطيلك. واش تعطيلك؟ provide نستعملوا في بلاصه give you نقولوا it can provide زيد. It can provide ماذا توفر؟ توفر لك communication فاصلة sharing هذه فاصلة shopping banking and قبل آخر واحدة دير لي فاصلة هنايا and عادي كيما ما درت والو، عطيتلك السهلة اللي ممكن تدي عليها نقطة بلا ما تظل تستعمل أفعال جديدة ولا كلمات جديدة. It can provide communication ودير فاصلة تكمل اللي عطاهم لك المعلومات فاصلة، ومن بعد في الأخير دير and entertainment or ولا لا دير هذه، دير هنا فاصلة ومن بعد هنا يدير and play or have fun. هذه هي اللي البسيطه كامل اللي مش راح تستعمل فيها بزاف امورات. هذه من اسهل يعني وضعيه سورتو اللي يعطي لك معلومات هكذا ويقول لك استعملهم لي، من اسهل ما يكون. اوكي